باب ما يجوز قتله وحب بابي هاي وحي وبناي هاي دلخيسه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسقون. شن نوليا شعر لذا كرس على كم ذا لما انتود وحيين من ولباء فاسق بويا عن فسق من أصاحبه. يقتلن في الحرم وأنا لدلي حرم كبديه سال بدلي شن تفواسق ذا حرم كبديه سوا لقد لي حرم كبديه سادين لقد لي أنا حل قرين لقد لي وعلى سبيل الأولى كو الغراب وتكه والحداءة وهاتك أذكتا والعقرب وذبق اللوعة والفأرة وتشيركة وتشيركة والكلب العقور وأيد بقن قويها وأيد ضعنة. ولمسلم مسلم وحاوسغا رواية: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. حل دليا شن فواسقة ومد ولب فسق أصاحبها لدليا حل يا حرم كمد ولب لبدليا. حديثك وحد سوري بخاري مسلم سوري حديثك وحد لغا قادنا يا دابا لها قار كود او دباتوي له المؤذئة إن لدليا يا لغا قادنا أي سنة إلا دليا شنطة ونبي الشيخين وحط الماما يحل لي حرم با حرم كبديه سيمال حرم كب أحسن مد والبئين لقد لا يوم مدنا أن لقد دينين مر لي بلد لا يدو محرم لي هاي يدو حلال لي هاي مد والبنا إلا دلي وحلقا قادنا حتى مر كيريري هو لدي لي ويمر بها الدين مدعا سر موبايل ما قال كنا يسيدا نقونا يانا إيداق يلي باتضى الله إمانا يانا إن الذين إن الذين يا لقى قادم وحلقة قادم يا وحي لباتا كان سنيا وحلبا يا عدوان لا إيمان يا لباتا إن الذين إلا ذا نودي ليا وحوي وفسق إن فسق في سين بمعنى وحلبا يا وكذلك كل مؤذن حلم إذا شيء كسطو وحلبا يا رب العالمين ولباتا لباتا يكود اللهم إذا لبيا أما لباتا كدر لبيا تكاها كمل تكها دوحة صعب رواية الشيخ الغراب أبقع تكها لبدا جيسود جيسي عدها جيسي نمدودا تكها سوى كدب بديها تكيا شكالي ايوة دمدود مركا رواية المركا الغراب الشيخ يسوى حقي ليسا فصفتا سرعده والغراب الأبقع تكها لبدا جيسود جيسي عدها بربرك اللي واتشوغا تكها جيست عط وحان الله الشيئين بلا تبذي عند وحو جيستنا لما أنت وسوت اليمن وحكم إلى الحداء هات كأذكتا يظن وحوي ومؤذي فوسق لك من طهي وقت يوحي لها نوع من طه وحكم إلى تبقى اللوعة حمل السوري النبي صلى الله عليه وسلم تكني عند تبقى اللوعة قنيني فهو حلق الشيخ النبي منه عليه الصلاة والسلام لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره إلى هاي هم عذره تبقى الله نبي يغير في تون الدين مركا تبقى الله إلا الدين ولا قاضنا إياه وحلق قاضنا إياه شرك إلا الدين شرك نوالي بدن يهي وحنوعنا وحواحدا كوري قواد الدلولين إياه هاشمد وعنيا قريها حتى وعنيا يعني لباتوين بلي مركز ساس أودي سجن وحل يجدنا والكلب العقور أي قد لبات تضب بضن يبقنا قويها أنا ماذا قاركود وحل إلى ذلك خصوص كأي اللي ما تشيده وحلقت الماما يا بحر صراء كسته أو وحل لباتيا اللي تشيده كلبنا ساس أودي أتي حديث أبو صار رطي نبي صلى الله عليه وسلم إن أبو لهب دري مركو لباتيي إن ولي اللهم صلت عليه كلبا من كلابك إنه أي أي يلا ذكر من ذكر صلت لبحبا الوصل لبحبا قمين مركا الكلب العقور وحلوتش إذا بها الصرع وكسته أو وحب لباتيي اللوتش